يا شيخنا الحين الكلام اللي طلع لك بانك تحلل الغناء وتحلل الليالي الحمراء والخطرات والحريم والشغلات اللي مثل هذه، ومساله انك محمد صلى الله عليه وسلم في الاونه الاخيره عليه الصلاه والسلام. هل يا شيخ هذا كلام صحيح؟ بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم بنفسي ومالي وولدي كله. هذا من زعم اني افتري على النبي عليه الصلاه والسلام يكون بيني وبينه الله. والتقي انا وياه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. وانا اقول دائما للناس يا اخي اسمع الحلقه موجوده ما هي منكره. كلامي موجود على اليوتيوب وموجود في قناه اس بي سي. انا ما قلت ان النبي يستقبل المغنيات ويجيب الماجنات وان المغنيه مثل اليسا ومثل نانسي عجرم، ما ذكرت هذا ولا تطرقت. انا قلت نعم النبي صلى الله عليه وسلم استمع لمغنيه وهذا موجود في الصحيح. صحيح البخاري مو عندي، صحيح البخاري تكذبون صحيح البخاري يصير هو الكذاب مو بنا. ومسند الامام احمد اللي هو اللي يقول حقه القينه بين فلان تكذبونه مو تكذبوني انا. طيب وحقه هذه قينه ايه هذه قينه بين فلان ولا اتيناكم هذا موجود في الصحيح في حديث الربيع بنت معوذ. الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، الحديث ما نذكره لكن هو اللي يبغاه يرجع له في الصحيح. وذكر ابن حجر في شرحه لهذا الحديث وغيره حديث عائشة اسم المغنية يسمها كذا المغنية. بس مغني من غير طرب يا شيخ، أنا ما أتكلمك الآن عن طرب بطرب، حنا نقاشنا هل هي مغنية ولا مغنية. اللي يقول النبي ما استقبل مغنية أو ما سمع مغنية يروح يرجع للشرح، شرح ابن حجر، والكتاب اللي عندي معلق عليه البراك يعني بعد واحد منكم وفيكم ما تقول والله جديد. قال المغنية وسماها، سمى الأولى حمامة والثانية زينب. طيب. هذا في الفتح الباري شرح صحيح البخاري. طيب. يعني أنا ما جبت شيء من مخي. طيب. فكون النبي عدل قال هلا بعثتم إن الأنصار يعجبهم اللهو. نعم. فهلا بعثتم منهم من جارية تضرب بالدف، قال صلى الله عليه وسلم وتغني. هذا في الصحيح. على الحريم يقول لك مو الحين احنا ما نتكلم عن الحريم والرجال، احنا ما نتكلم ليس نقاشنا لازم نحدد. انا اقول لك اللي يقولون احنا نبغى نحدد نقطة الخلاف. ما هي نقطة الخلاف؟ هل النبي عدل البنت ولا لا؟ عدل المغني ولا ما عدل؟ هذا في الصحيح. عدل لا قال بعثوا هلا بعثتم جارية تضرب بالدف وتغني؟ قالوا ماذا؟ قالت عائشة ما تقول يا رسول الله؟ قال تقول اتيناكم فحيانا وحياكم. هذا شو تسميه انت؟ تسميه الناس تعرف عليه ليس الغنى اللي يقصد. انا ما علي بس انا ما اضرب الالات. يا ابو عبد الله انا ما اتكلمك عن وش الغنى الحين. هذه اسمها تغني ولا لا؟ تغني. انا قلت كلام الناس. انا ما اتكلم الناس، لا ابغى الحين اتكلم اللي ابغى اتكلم مع اللي يفهمون. لفظ النبي عليه الصلاه والسلام يقول تغني، وش معناه؟ يعني تغني يسمونها اللي هو غناء بدون الات طرب. هذا فهمك انت، فهمي انا انها تغني. طيب تغني طيب وش تقول؟ يعني وش تقول؟ انا بعلمك يا شيخ هذا الناس عرفوه وتعلموه وسمعوه. ايه؟ غناء في وسط النساء وغناء بغناء الالات. احنا ما وله بغناء احنا ما اضطرنا ليس هذا هو البحث. الحين هي النبي يقول تغني ولا لا؟ قال تغني لكن يعني ارتفع. لا انا الحين بناقش في مساله اني افتريت على النبي. كيف افتري على النبي وهو يقول تغني؟ كيف اكون افتريت عليه؟ ما نختلف على ان النبي قالها لكن اذا اللي ردوا ممن سمى نفسه عالم وطالب علم يصير كذب هو على النبي مو بنا، هو الذي كذب على النبي لانه ينكر قول النبي عليه الصلاه والسلام تغني، وينكر قول عائشه تغنيان. تغنيان كان هم مغنيان هم مغنية. يعني انا الحين ماني مغني، لو قاعد اغني يجوز من غير الات ولا شيء يجوز؟ احنا على كلامهم لا يجوز. نعم لازم تكون مغني عشان تغني، صح؟ فاهم الناس ايش يبغون يغسلون مغنيات هذول اللي الان الحين لا انت ليس ها الحين مو بهذا النقاش على انه كذب على النبي عليه الصلاه والسلام. النقاش انا اقصد خلي الناس يفهمون اللي انت تقصده مو باللي في ذهنهم. ماني متدخل في ذهنهم، انا اتكلم. لا تقول لي انك افتريت على النبي وانت تكذب على النبي وتكذب عليه. هذا النقاش لما يجيني واحد يقول انه افترى على الله ويطلع المنبر ويقول والله كذب. نعم. وعرض لرسول الله. نعم. يقول نعم. لا حسبي الله عليك ونعم الوكيل، والله ينتقم لي منك ويعاملك بعدله لا بعفوه، لانك افتريت علي اني افترى على النبي عليه الصلاه والسلام، وانت تعلم انه احب الي من مشى على الارض عليه الصلاه والسلام. الله كيف افتري عليه؟ انا في خطبتي الاولى التي يرددونها هذه انا اقول نعم افتريت على النبي في تلك الخطبه، وابرأ الى الله مما قلت. اقول
من استبع لقينه صب في أذنه الآنك، ثم اكتشف أن الحديث موضوع مو بعد مو ضعيف موضوع، ونقول نقوله كذا، هذا نرجع منه يا أخي، نرجع إليه، نرجع للحق، يقول لا عادل كلباني، نرد على عادل كلباني، لا والله أنا رأيت أني كنت مخطئ فرجعت إلى الصواب فيما أرى. لكن لا تقول افتريت على النبي، وأنا أنقل من الصحيحين ومن مسند الإمام أحمد والبيهقي وغيره وابن ماجه وكله حديث صححه الشوكاني وصححه الألباني. طيب تقول افترى على النبي، من يفترى على النبي؟ السؤال يقول لي شيخ، ليش تستدب برأي العلماء والمشايخ اللي الآن لهم هذا الرأي اللي يحرمون الغناء ويحرمون ما قلنا ما انكرنا في ناس يحرمون، ما انكرنا، ما قلنا والله هذه مجمع على حله، ما قلنا، قلنا فيه كوكبة من كوكبات العلم، أهل العلم كلهم يعني ليست مسألة قطعية، ليست مسألة قطعية، مسألة خلافية. ابن عثيمين بنفسه يقول ليست مسألة قطعية خلافية، فيها خلاف يعني مسألة تقول لي نفسهم نفس اللي يقولون يدعون الإجماع وش يقولون لك؟ لا في تتبع الرخص وش يقولون؟ مو بيقولون ولا يتبع قول أهل المدينة في السماع ولا لا؟ هم قول الأحناف في النبيل وقول أهل المدينة في السماع، كيف يكون قول أهل المدينة في السماع هو الإذن ثم يقولون في إجماع؟ طيب يبقى ماشي يبقى على خير يا شيخ، يعني أنت هذا اللي دائما أشهد به عند سمعتها منك عدة مرات ونقلتها في المجالس، أن الشيخ عادل لا يعني الغناء الذي فيه الاختراط والملاعب، والله الذي لا إله، ذكرت هذا في الكلام في نفس الكلام، بس هم يقتطعون ما يريدون، هم الناس يعني الحديث لما صار صحيح وما يقدرون يقولون ينكرونه طبعا، أول يجيك واحد يقول لك والله جاريتان تغنيان صغيرتان، طيب صغيرتان لماذا أنكر أبو بكر عليهما؟ ما دام منهم صغيرات ولا عليهم حرج، ليش أنكر أبو بكر؟ وليش سماه مزمور الشيطان؟ معناته انه فيه بلاء صح. هذا البلاء اقره النبي عليه الصلاه والسلام وانكر على ابي بكر. الان ناخذ انكار ابو بكر ولا ناخذ فعلهم ولا قاعد انت تكونك بتقول والله من حقك تقول انهم صغيرات وانهم من حق، بس مو من حقك بعد تمنعني اني افهم الفهم الثاني، وانك تدعي اني افتريت على النبي عليه الصلاه والسلام بكذب، وهو جالس عليه الصلاه والسلام منسدح ومسجي نفس مغطي راس وجهه ويستمع ويضربه بالدف، وفي روايه ايضا ان ابو بكر اخذ الدفوف وشققها. يعني شيخ انزال مساله ان النبي عليه الصلاه والسلام استقبل المغنيات ما يصلح انك ان ان ان, إن, إن يستنزل انك تستنزل ان ان انها كانها يستقبل المغنيات الان اللي زي وضعنا الان. لا هم يحطون اني قلت والله ان النبي فاتح بيته على المطربات وجالس نسوي هذا هذا الروتانا هذا هم يبغون يهمون الناس ان هذا قول الكلباني عشان ينفرون ما يسمعون الحق او ما يسمعون الجهه اللي ممكن تخليه يبدا يفكر. حاشا أن يقول النبي فاتح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان نايم، هذا في الصحيح في صحيح بخاري ولا لا، كان منسدح ومغطي وجهه والجاريتين صغار كبار عمرهم كم، المهم كانت تضربهم بالدف يضربهم بالدف وهو جالس، جابوا بكر أنكر، قام النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه إنكاره صح، كما كان الحبشة يقولون هذه صغيرة وما صغيرة، احنا ما نناقش عن صغيرة وكبيرة، أنت الآن ما ترضى أنها حتى الصغيرة ولا لا، وتسمي الأنشودة إسلامية ومنشودة غير إسلامية ومدري ويش وحداء، والغناء بمفهومهم غير غناء بمفهومنا صح ولا لا؟ طيب الغناء بمفهومهم، ابن مسعود لما تقول لي ان ابن مسعود اقسم على ان له الحديث هو الغناء بمفهومنا ولا مفهومه؟ مفهومه هو. طيب يرد الحديث اقبل قوله ولا اقبل قولك؟ اذا كان انك بالاستدلال بناخذ قول بس يقول بمفهومه، المفروض الغناء اللي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود يحرمه، نطبع قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا قول ابن مسعود؟ النبي عليه الصلاة والسلام أكيد. ولما يبعث ناس يقول الأنصار يعجبهم اللون في حديث اليتيمة التي زوجتها عائشة في الصحيح برضه، والله الذي لا إله هو في الصحيح. طيب يا شيخ الحين هل يعني ممكن الآن يقبل أن يجون جاريتين بس جاريتين صغار ويأخذون الدف يدخلون على مجلس الرجال ويضربون احد بيتقبلون هذا ما يتقبلون؟ ما يقبلون، خلنا نقول ما يخاف نوافقكم انهم جاريتين صدق في 5 سنين 9 سنين 9 سنين ها اينا توافق انها تجي تضرب الدف عندنا في يوم العيد ولا في العرس؟ ما يوافق ما يوافق ما يوافق ما يوافق هذا محكمه الاحمان ما يوافق. اذا انت تقدم العاده على الشريعه لكن لا بعتبر لا بس لا تقول اللي قال بالشريعه انه يفتري، قل هذا مخالف عادي انا ما اخبر. النبي عليه الصلاه والسلام مثلا لعبوا الحبشه في المسجد في المسجد الحين لو جبت الدراس يوم العيد يلعبون المسجد صح اليوم ولا بكره يوم العيد عيد الفطر وجبت ناس يلعبون عرضه في المسجد ماني بريال حتى في المسجد في مصلى العيد
بتوافق على هذا؟ لا 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 ما يوافق. إذا أنت موافق معناته أنت تتنزه كما في صحيح مسلم إني أفعل شيئا يتنزه عنه بعضه، أما إني أخشاه من الله وأتقاه له. شيخ بعدين أنت بتصير أحسن من الأنصار وهم يعجبون له، قوم فيهم غزل في الصحيح برضه نعم. قوم فيهم غزل يعني أنت بتصير أحسن من الأنصار. الأنصار الأنصار لو كن لو ك لولا الهجرة كنت برأي من الأنصار. الحين لا يزعم علينا بعد يا شيخ، يمكن يقول يشبكنا الأنصار معنا في الموضوع. لا هذا في الحديث في الصحيح. لأن بيقال يوم إن الأنصار يعجبهم اللهو، هذا نص النحبي عليه الصلاة والسلام. يرضى اللي يرضى ويزعل اللي يزعل. نختم يا شيخ، أنا أذكر في مجلس قديم استمعت أنا وياك وقلت إن أقصد الغنى أن الواحد يجلس في بيته الحالة يسمع أغنية ولا هو يغني مع نفسه، وليس هذا كل المعنى اللي فهمه الناس. هذا يا شيخ اللي قصدته في هذا جزء مما قصدنا. أي يعني أنت الآن لو سمعت شفت وذكرت هذا، والله ذكرته في البرنامج لكنها الجلسات الخاصة سبحان الله. لا أنا ذكرت في البرنامج على الملأ يعني على الملأ. لما تجيني واحدة متعرية طلع صدرها ومطلع مدروي ومفاتنها، هذا لو ما غنى نعم أحسن ما يجوز النظر إليه، لو ما غنت ولا ما غنت ما ناقش غنت ولا ما غنت. يا سلام. لما يجيني واحد يقول لي كلام يعني زي بعض أو أكثر شعر نزار قباني، هذا لا يقال ولا يروى حد حتى من غير الطرب، ناهيك عن أن يغنى ولا ما يغنى. فالكلام الفاحش هذا ما يصح. يا سلام. لا بغنى ولا غنى. يجونك ناس نفس دول اللي يقولون غنى، شوفهم في الاستراحات سلمك الله نكتهم وحكيهم من السرة تحت، وطلبة علم تراهم هم يعني مو مدشير، لا هذول من المطاوع وكلامهم ترى من السرة وتحت صح. واللي انت انا عارف وانت تعرف وكلنا يعرف هذا، لا هذا الصح اذا بغينا الصح. طيب. هم نفس اللي ينكروا هنا تلقاهم كذا وغيبة ونميمة وما ادري وش وحسد وحقد ولا معهم حتى لا يقولون. الغالب الغالب اللي اعرف انا كلهم كذا، والله الذي لا اله الا هو بقولها اول مره وشوف خلي يسمعوني تطلع تطلع. طيب. ان يوم يموت الشيخ بن باز، وانا ما اعطانا واحد من طلبه العلم المبرزين اللي يقول والله كلباني حل الغنى وهو يغني معنا في السياره حاط شريط. لا انا طبعا ما ابغى اجيب القصه كلها، لكن الشاهد انه الحين ما بلغنا موت الشيخ وراجعين الرياض اللي كنا في الشرقية، وهو يقول حط الشريط. قال ذاك ما يحط الشريط، وإنا في وقت مو بوقته، وهي يبغى يسمع الشريط برضه يبي تسوي كذا وانت يعني تسوي قدام الناس. الشريط وش كان فيه؟ أغاني يعني حق الجنوب، حق الجنوب طقطقة الزين حقكم. اي عرضه حق الجنوب اللي طق 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 مكبر القضية ومكبر حلها. أنا عبد العزيز طبعا. عبد العزيز القردي طبعا. الله يا كبر القضية ومكبر ومصر حلها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. جزاك الله خير.